عليكم. بمناسبة دخول فصل الصيف طبعا الحاجة اللي احنا كلنا بنشتكي منها مشكلة العرق. مع العرق وكده بنبتدي ان احنا نتجه لشراء المنتجات اللي هي مزيلات العرق وغيرها وغيرها. كتير مننا مش عارف ايه الحاجات الموجوده في مزيل العرق اللي بتبقى ممكن تكون ضاره، وللاسف منطقه الاندر ارم بالذات موجوده يعني قريب جدا من الليمف نودز، اللي هي لو انا اخترت مزيل العرق مش صحي او مش طبي هيؤدي لي والعياذ بالله بريست كانسر والحاجات اللي زي كده. فبالتالي النهارده انا هقول لكم ايه الحاجات اللي ممكن تكون موجوده في مزيل العرق تخليني ما اشتريهوش. زي مثلا عندنا ماده الباربينز، عندنا البروبايلين جلايكول، وعندي كمان ماده ثالثه اللي هي الالومنيوم. ناس كتير برضو بتستعمل الشابه في ازاله العرق، وهي بتعتمد على قفل المسامات، فلما المسامات بتتقفل ده بيخلي ان العرق يفضل متخزن جوه مسامات الاندر ارم، فبالتالي ده برضو من الحاجات الكارسينوجينيك، فبالتالي لازم كلنا نبعد تماما عن الشابة. طيب لو انا عايز اعمل وصفة بسيطة في البيت من مكونات البيت كمزيل العرق وفي نفس الوقت تبقى مش مكلفة وتخليني ان انا اتجنب تماما شراء مزيلات العرق اللي هي اللي موجودة في السوق، الحاجات اللي احنا نعتمد عليها النهاردة عندي اللي هو الكورن فلاور او النشا العادي موجود عندنا كلنا في البيت، والصوديوم بايكربونات او نقدر نقول اللي هو اللي بنسميه امهاتنا في البيت بيسموه الكربوناتو، وكمان معانا زيت جوز الهند. خلاص دي المكونات الاساسية بتاعت الوصفة بتاعتي. لما بنيجي نعمل الوصفة بحط كمية من الصوديوم بايكربونات نقدر نقول مثلا معلقة، وبحط كمان نقول معلقة ونص، يعني مرة ونص من مقدار الصوديوم بايكربونات بحطه من الكورن فلاور، مرة ونص، وبعدين بحط عليهم زيت جوز الهند. زيت جوز الهند عشان اعرف اذا كان مغشوش او لا في التلاجة لما بيتحط بيبقى جامد، طبعا هو دلوقتي مش جامد علشان هو بره التلاجة وبياخد درجة حرارة الغرفة تقريبا. بعد احط كميه من الزيت جوز الهند لغايه اما يعمل معايا القوام اللي بالنسبه لي هيكون مناسب. في ناس بالنسبه لها القوام ده مناسب جدا اللي هو القوام السائل شويه، في ناس لا بتحب ان مزيل العرق يبقى القوام بتاعه اسمك شويه. ممكن علشان القوام يبقى اسمك شويه ان انا بحط على الوصفه دي زبده شيا. عندي معايا من زبده الشيا زبده شيا الصفراء او زبده الشيا الايفوري او اللي هي لون سن الفيل. بعمل ايه لو انا حبيت ان انا ازودها على الوصفه دي؟ بجيب معلقه منها وبسخنها على ووتر باس او حمام ميه بحيث تسيح، وبعدين بحطها على الوصفه دي بعد ما بعمل المكونات دي الاول وبقلبها عليها وبسيبها في التلاجة، بلاقي ان الوصفة جمدت معي بس. وبعد كده بتحطيها في علبة عندك، اي علبة عندك في البيت، وبتتشال في التلاجة. وفي النهاية اتمنى تكونوا استفدتوا معي بالتبس اللي قلناها لكم النهاردة، واللقاء ان شاء الله قادم في مرة تانية.